الآن أيضا بالدار البيضاء نتوجه إليها، وطبعا هناك نفس الفرحة ونفس الافتخار بإنجاز المنتخب المغربي والفخر بالانتماء إلى بلد اسمه المغرب. فرحونا اخويا، والله يكمل عليهم، والله يكمل عليهم، وانا بغيت ليهم ديما الفوق الفوق وديما مغرب، وان شاء الله الماتش الجاي غنديو 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 وديما مغرب. اليوم المغرب لعب مزيان وكنموتوا على المغرب، وان شاء الله نديو نتاهلوا للدومي، وفيفا المغرب، دو سيرو مع البرتغال. مبروك علينا وحنا فرحانين اليوم. تأهل الربع النهائي، هذا هو الحدث اللي ما داروش من 86، وشكرا للمدرب وليد الركراكي، وشكرا للمدرب اللعابه ديال المنتخب. وحنا فرحانين بزاف بهذا الفوز، فرحانين بزاف بزاف، ما كنقدوش نعبروا على الشعور ديالنا، كنقول لك شي من القلب، ولكن حنا الشعور ديالنا ما كنقدرش، هذا الشيء بزاف علينا، فرحه من حدنا. فرحه اكثر من شي حاجه، اكثر من فرحه، وعرس شي حاجه اكثر من عرس. الله يعطيهم الصحه، فرحوا المغاربه كاملين. كنت كنشجع المغرب الوطني، كنت كنتمنى باش يربحوا وربحوا ديما المغرب. المنتخب الوطني فرحنا بزاف ولعبوا مزيان بروح قتاليه، وكنشكروا والد الركراكي، والد الركراكي وعاش الملك. الجماهير اللي كان في المقابله صراحه اداء خيالي، الكارديان دار احسن حاجه، تبارك الله عليكم كاملين، شكرا بزاف. ديما المغرب الله يخلي لينا بونو ان شاء الله، كنتمنى المغرب يجوز كاس العالم، حنا فرحانين.